من يرقى بالقرآن فاز أعلى المراتب في حاز علق بدينك باعتزاز لا تبتئس من زيفه فأنت للدنيا الصمام قرآننا خير الكلام للحب يهدي والسلام عطر صلاتك والقيام فنسيب عطرك منه فاح بأريج من فلق الصباح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين وخواتم مباركة عليكم ونسأل الله القبول لأعمالنا وأعمالكم إنه على ما يشاء قدير ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فاتبع قرآن البرنامج المسابقاتي الميداني الذي تسجل حلقاته في الساحل الغربي وتحديدا في جامع الشاذلي التاريخي بمدينة المخا التاريخية والساحلية وبرعاية ولفتة من قيادة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين ونجدد الترحيب بضيفينا في هذه الحلقة وفي البرنامج بشكل عام دوما الأستاذ الدكتور حسن المطري رئيس جامعة الحديدة بكالوريوس دراسات إسلامية ودكتوراه في أصول التربية والأستاذ الشيخ وجيد الحيقي مقيما في الحفظ والتلاوة والأداء ونرحب في الجانب الآخر بالمتسابقين ياسين طه وبشرى أحمد مرحبا بكما ومرحبا بالجميع ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وننقلكم فورا إلى الشيخ وجيد لإلقاء السؤال على المتسابق ياسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الأخ ياسين اقرأ من قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم غفورا إن الله كان بكم غفورا كان عليكم إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حسبك الله العظيم. تفضل شيخ وجيد للتعليق بشكل سريع. الأخ ياسين تلاوتك جيدة لكن الظاهر أنك كنت غير مراجع. إذن شكرا جزيلا. مما تلاه علينا الأخ ياسين في سياق الآيات الكريمات من أول سورة النساء قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دكتور حسن، ما الدلالة في اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام أيضا، عطف الأرحام على الله عز وجل مباشرة؟ طبعا الإسلام أهتم بصلة الرحم جل ما اهتمام، ولذلك الله سبحانه وتعالى ربطها باسم الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وقد اعتادت العرب أنها إذا استحلفت شخصا تستحلفه بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم قبل الإسلام. نعم. وجاء الإسلام مؤكد هذا. نعم. حيث أن الله سبحانه وتعالى قرن توحيد الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم ومنها الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. فهذه يعني دلالة على أهمية صلة الأرحام، لأن بناء المجتمعات المتمثلة في البداية من الأسرة إذا لم تكن متماسكة متحابة متوادة فهذا يقود إلى التشظي، وبالتالي تفرق المجتمع ودخوله في النزاعات والبغضاء والحسد وغيرها من الأمراض الخبيثة التي تفرق ولا تجمع. والإسلام يدعو إلى الاجتماع والوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك أكد على صلة الأرحام من أجل بناء البيت المسلم ثم نعم المجتمع وعدم التشظي. نعم، شكرا لك يا دكتور. وننتقل بكم مباشرة الآن أعزائنا المشاهدين إلى الشيخ وجيد لإلقاء السؤال على المتسابقة بشرى. الأخت بشرى، اقرأي من قول الله جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إلى قوله تعالى ولهم سوء الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة
ومنا رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. تعليقاتك بشكل سريع يا شيخ. معك بعض القلقلة الصغرى كانت لم تأتي بها بشكل صحيح وتلاوتك على لا بأس بها. إذن أعزائنا المشاهدين من واقع ما قرأ ياسين وبشرى لدينا أيضا سؤال عن الرحم، ما هي اشتقاقات الرحم أو من أين تشتق كلمة الرحم وما علاقتها بواحدة من صفات الله عز وجل؟ نطرح سؤالنا هذا على الجمهور في الميدان ثم نعود إليكم. من أين تشتق الرحم؟ من الأرحام. هذا كل واحد بعد خلينا من الأرحم معنا خبر. والله معكم خبر. لا. حاج من أين تشتق الرحم؟ والله ما أنا داري من أين. ما أقول لك. ما أنا داري أين. السلام عليكم. تعال تعال يا أخي اطلع. شهر مبارك وسنة طيب. عليك. إيش اسم هذا المكان؟ هذه بندح. بندح. تبع راسن؟ تبع البذيقة. كنا في دمدم قبل شوية تبع راسن. تبع راسن أيوه. كيف اللي متداخل بهذا الشكل؟ لا. بديجي والرواسين جيران. أيوة جيران. الآن مشينا دمدم طرحنا سؤال في دمدم في بداية راسين عن من فين تشتق كلمة الرحم؟ تشتق كلمة الرحم من الرحمن. ما هو الرحم؟ الرحمن يعني. من الرحمن. صحيح. يعني مشتق الرحم من الرحمن. بسم الله عز وجل. بالفعل الإجابة سليمة رغم أنه السؤال بسيط وكلنا قد طرحناه في دمدم لكن لم يتوفق أحد في الإجابة. والأخ من؟ عبد الحسن علي بن حامد. عبد الحسن علي أحمد من بندح في قرية البديجة أو تابع لعزلة البديجة. البديجة عزلة. أيوة. طيب حصلنا على الإجابة السليمة من؟ عبد الحسن حصلنا على الإجابة السليمة من؟ عن الرحم مشتقة من الرحمن. الله عز وجل قال أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتره الله. وصلة الأرحام يشتق بها أن قاطع الأرحام من الفساد في الأرض الذين يفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قرنها أيضا بالفساد في الأرض قرن قطع الأرحام. وقال الله قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما أهمية صلة الأرحام؟ يعني أرحامك يعني خواتك. نعم هذه يعني صلة الأرحام. الأرحام هي قيمة صلة الأرحام قيمة اجتماعية من العصر الجاهلي وأي قيمة اجتماعية إيجابية جاء القرآن الكريم أو جاء الإسلام وعززها. فلذلك قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القريش والجاهلية بشكل عام العرب كانوا يقولون سألتك بالله وبالرحم
فلذلك الله عز وجل أقر هذه القيمة الأخلاقية وقال الذي تساءلون به والأرحام في محكم التنزيل. وبالتالي حصلنا على الإجابة السليمة هنا من ذكرنا بالقرية عفوا بنداح. بنداح في البديجة من الأخ عبد أحمد. حصلنا على إجابة سليمة الرحمن أو الرحم مشتق من الرحمن. من الرحمن إجابة سليمة من عبده. وثلاثون ألف ريال مبارك عليك الجائزة مقدمة من قيادة المقاومة الوطنية بالساحل الغربي. مبارك لك وشهر مبارك. عدنا إليكم مجدداً أعزائنا المشاهدين وفي انتظار إعلان النتيجة بين المتسابقين ياسين وبشرى. ويبدو أن المستوى متقارب لكن سنسمع النتيجة أيضاً من الشيخ وجيه. ما شاء الله عليك يا أخ محمد. نعم يعني بالنسبة متقاربة جداً. وإن كانت يعني الأخت بشرى حصل على 96 والأخ ياسين حصل على 95 درجة. نعم بشرى 96 والأخ ياسين 95 درجة. وياسين حصل ياسين على 95 درجة بينما بشرى على 96 درجة. ياسين ب 25 درجة ستغادرنا في هذه المرحلة وستظل بشرى معنا في المرحلة القادمة مرحلة التصفيات وهي المرحلة الرابعة. نتمنى لها التوفيق وموفق أنت يا ياسين أيضا. وجائزة 50,000 ريال مقدمة من قيادة المقاومة الوطنية بالساحل الغربي. إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء. حتى الملتقى لكم من أطيب التحايا. السلام عليكم. من يرقى بالقرآن فاز على المراتب في حاز. حلق بدينك باعتزاز لا تبتئش من زيفهم فلا انت للدنيا الصباح.